بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا إلى سلطنة عمان عبر دولة الإمارات صورنا رحلتنا من جدة، لأن الطريق كله معروف، جدة إلى دولة الإمارات. كنا نبغى نمشي عن طريق السعودية عمان، ولكن فضلنا أن احنا نمر على دولة الإمارات. احنا الآن في مدينة الشارقة، هنطلع من مدينة الشارقة إن شاء الله إلى منفذ حتى، ومن اللي هو بعد في مدينة العين، بعد مدينة العين منفذ حتى، وبإذن الله متوجهين إلى سلطنة عمان. تصوير عن رحلتنا، باقي الشباب لسه في الباركينج فوق هناك ينزلون. وهذه مدينة الشارقة، خارجين منها بإذن الله. مستودع الله الذي لا تضيع ودائعه إلى منفذ حتى، تقريبا حوالي من الشارقة منفذ حتى تقريبا حوالي ساعة و23 دقيقة بالضبط الى المنفذ، الحدود العمانيه الاماراتيه ان شاء الله. كذا مقتطفات بسيطه عن رحلتنا ان شاء الله الى سلطنه عمان. ما زلنا في مدينه الشارقه. ما شاء الله تبارك الله، بعد مدينه العين هذا الطريق الى منفذ حتى. المنفذ هذا بين دولة الإمارات وسلطنة عمان. ما شاء الله تبارك الله، مصفوف. ترحب بكم. ما شاء الله على الجو يا جماعة الخير، جو خيال، جو خيال والله العظيم، سبحان الخالق. أتعب أوصف وأتعب أقول، يعني التصوير والكاميرا ما تبين روعة المكان اللي احنا فيه. الجبال مع الغيوم هذه يا جماعة الخير، سبحان الله. السحاب نازل، يعني السحب منخفضة. تمام، الشباب وقفوا هنا في المحطة، اللي يبغى قهوة، اللي يبغى شاهي، اللي يبغى يعبي بنزين، كل الأمور تمام بإذن الله. يوسف مع ابنه عبد الإله، هذا العضو الاصغر في فريق رواد المملكه ما شاء الله. وين لبسك طيب؟ وش داخل جالونك؟ موجود السنه اللي جالون جاي احتياط. والله تعال شوف الدبر في هالمكان، الله يرحمه زين. ما شاء الله ما شاء الله، الثلج هنا يسوي له قوه نفس المحطه. شلون يعني؟ يعبي بنين كيف ثلج جديده والله؟ ايس ميكر في نفس الوقت. سيف ايش ليش؟ سوي اخوي احمد، انا هذا حق الطريق يعني. ها حق الطريق، حق الطريق ايش؟ حق الطريق هذه. هذا كرك مع زعفران مع هيل مع الخلطه الرئيسيه. ان شاء الله تبارك الله. النفايات هنا الله يكرمكم، كل شيء له صندوق، البلاستيك، العلب، الورق، نفايات اخرى، وهذا اعتقد اشياء صحيه يعني. ايوه بشرف، اهلا وسهلا، حياك الله. كيف الامور؟ وين الداخليه؟ الداخليه الفرش تتكلم. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله. بلد وش الثلج اللي طايح هنا؟ شباب هنا جاهزين خلاص ان شاء الله، الان على المنفذ بعون الله تعالى. والمعاون معايا الكابتن احمد اليامي، ما شاء الله تبارك الله، ماسك الاجهزه زي ما تشوفون الجارمن، وبرضه فاتحين اثنين، يعني لا سمح الله واحد خطا او شيء زي كذا. التصوير الداخلي ماسك، البث التيك توك برضه معاه. وكيف الحال؟
روعه روعه يا جماعه والله العظيم. يا كل من تابع يتابع هذا المقطع اتمنى انك تكون معنا، ولكن ملحوظه تقدر تعمل السياره هذه. الان دخولنا منفذ حتى نخلص بس من اجراءات الخروج واجراءات الدخول ونتابع معاكم التصوير باذن الله، لانه المناطق هذه اعتقد انه ممنوع التصوير فيها. تحياتي لكم، استمروا معنا. عدينا المنفذ البري لسلطنة عمان، الان احنا في الاراضي العمانية ما شاء الله تبارك الله. الامور سهلات كلها، طبعا المطلوب منك هويتك تمام، استمارة السيارة، اجراءات جوا، تدخل توقف السيارة تنزل عندهم زي الصالة حقت المغادرة وصالة لعلك ما شاء الله الوصول. ما شاء الله المطر بدا ينزل الهدان كذا، شوف زي ما تشوفون. تسوي تأمين للسيارة، تقريبا السيارة تسوي على حسب الفترة، الخمس أيام تكلف حوالي 100 ريال عماني، حوالي 10 ريال عماني، حوالي 100 ريال سعودي. احنا اخذنا 5 ايام على حسب، يمكن 10 ايام يكون الضعف على ما اعرف. تسوي تأمين، تختم الجوازات تمام، وتتوكل على الله. تفتيش دول مجلس التعاون ما شاء الله تبارك الله. وصلنا منطقة هنا في طعوس بدية هنا، ونزلنا الخيمة. فردوان مستطيل يا شباب، هي مراد انت عارفها كيف؟ ها
يلا هذا هنا ودي لا استنى لفها كذا كذا ايوه ايوه ظاهره بس بس يا سلطان عشان نجيبها كذا شوف بس يلا افرد افرد ها آه. ما عليك ما عليك من الشمس بسيط لا احنا نبغى الشمس تقوم نص افرد افرد يا سلام عليك يلا يا عرب يلا يا رجال يلا بسرعه احلى شيء انك تصور ما تشتغل احلى شيء اصغر شيء هذا لا لا افردوها زين اول شيء مراد دقيقه دقيقه افرد واحد من النص من النص هناك هناك من هناك خلاص بس خلاص هات الموتور يلا طبعا هذه الخيمه يا جماعه الخير هذه خيمتنا ما حنقول من فين عشان ما اسوي دعايه هوايه لا شوف لي يفصل طبعا ابو احمد بيجرب محوله ايوه هاي شد ايوه ينفخ لا ما يتحمل ما يتحمل كم واط هذا هذا 1200 واط يتحمل يا حبيبي يلا خليه يتحمل بس اي كلام كذا رفعنا اياها بس نبغى يضاع طبعا هنا المحول تحت هذا النور الاخضر حقه اشوف كنت اللمبة الحمراء الخضراء هذه حتلاقي فيش ثلاثة دقيقة طفي لا تشغل انت يا مرة ولعوا الإضاءة شباب ابو احمد ابو احمد اذنك يلا واحد يجهز لي جواله على على التايمر اللي هو التوقيت بسرعة الساعة الرقمية لا ترفعها مرة يوسف عشان ايش؟ ما هو مشكلة خليه زي ما هو اي طلعوا برا ارفعه شوية كذا يركب الفيش اول ما يشغل مطور شغل التايمر بس يبوا على الكاميرا هنا عشان نشوف نبغى نحسب طيب كل واحد شكل عمود كل واحد شكل عمود امسك زاويه 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 عشان يلا مراد شغل بسم الله معاه لا لا سيبني كذا اوكي 14 ثانية اللي لين نعوج ايوه نص دقيقة حتى الآن ها 4 دقائق أو 3 دقائق ونص هي دحين تعبي هواء جوة متأكد يدفع جوة؟ ايه لأنه الجنب الثاني هنا المطور لازم نعكس بعدين شف لما نجي ننزلها الهواء الان اول دقيقه لا بس تفردها انت ساعدها فرد بس هذه كشتتنا في سلطنه عمان الزوايا الزوايا بس افردوها عشان الهواء وهي هي كذا حتقوم من نفسها الان دقيقة و12 ثانية لا لا حتحط ابغى اشوف كيف ولا ممكن توقف توقف ايوه انت عارف دقيقة و23 ثانية 27 28 خلاص سيبوها سيبوها بالارض هو اختبار لها اما تفلح ولا سيبناها في عمان ومشينا لا والله جربناها عند المحل هناك ما شاء الله تبارك الله بدأت ترتفع العواميد خلو شغال هذا ما عليك اثنين دقائق الماطور هنا الأخ مراد ماسك في يدينه تعبان يا ولد ذا وخر عنه دقيقتين ونص يا يوسف يوسف من النص هنا دحين شد بس هي خلاص هي حتوقف اوكي لا ساعدوها ساعدوها عشان الهواء يتوزع بسرعة والله بإذن الله بنفسها حالة 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 والله من الحالة شوفها لا حد يساعدها صحيح عياش الغنى ساعدوها ساعدوها
تبلع عمودي شلون ينتفخ يا جماعة الخير. ارفع 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 اسحب يوسف يوسف ارفع ما عليه مو مشكلة. بس يده كذا قامت الخيمة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله 3 دقائق يا جماعة الخير و3 ثواني. وقف طبعا وقف الموتور هي 3 دقائق بالضبط قامت الخيمة يا جماعة الخير. ارفع البيبان يا عيال بسرعة. ارفع الباب الثاني مو هذا ما انا مو هذا. الثاني اللي قبل الكبير. ثلاثة دقائق وثلاث ثواني تمام الخيمة وقفت. الخيمة هذه 6 متر في 3 متر زي ما تشوفون. لفوها شوي كذا زي ما تشوفون كيف من الداخل. هذه عواميدها كلها عبارة عن هواء تمام نفخ هواء توقف كلها. ما شاء الله تبارك الله 3 4 شبابيك. ارفع شوي خلنا ننزل. يلا برموا هالباب ذا سلطان لف مع الباب ذا. هلا نوقف ونجهز سياراتنا دحين ونضبط الامور كلها. لحظات معانا. الله تبارك الله. فكوا البيبان الشباب. يا شباب اذا بتواجهونا في الهواء الهواء جاي من هنا. اذا تبغون الهواء يجي عليكم ما شاء الله الهواء ما يحتاج يعني. وأصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا صباحنا في هذه المنطقة الجميلة. أنا ما حقول جميلة، أنتم سموها بأي اسم، الروعة الجميلة المحيطة من جميع الجهات كلها بالعقوم والطعوس والنفود. ما في طعوس، هذه نفود يا جماعة الخير. ما شاء الله تبارك الله. عزب كلها هنا موجودة. النيال كل واحد له عزبة معينة من اهل ما عماء. وهذه جلستنا هنا ما شاء الله تبارك الله. وقفنا رفضنا لان جينا وشفنا للاسف الشديد جينا بالليل. جينا متاخرين. الشباب شباب عمان يكونون في المنطقة اللي هناك تحت. جينا متأخرين حصلت ظروف في الطريق تعطلت أشياء وسيارة تعطلت سخنت وذا فاضطر ما نقدر نسيبه ونمشي. نعتذر عن المقاطع اللي كنا ناويين نصورها مع جمهورنا في سلطنة عمان ولكن لكل حدث حديث يعني ما نقدر نقول أكثر من كذا. ما شاء الله تبارك الله. لا مو هنا مو هنا مو هنا ويت فك اللي من هنا. ايوه وش بك هذا خلاص يطلع الهواء كله. الان يطلع الهواء من العواميد اللي فيها طبعا كل عام. الزاويه يا ابو احمد الزاويه. ايه لحظه مو لا بالراحه هي تنزل من يفرق ينزل الهواء. لا بلاش الهدد بدات ينزل الهواء تقريبا الصفت ياخذ حوالي ربع ساعه. ليش؟ لانك انت بتطلع خلاص يا مراد شوف الموتور شغله وين اللي يدفع وين اللي هذا. لا شغل اول ينزل الهواء اللي فيها. اول ما ينزل سقفها يدعسون عليها برجلين هم الله يكرمكم. لا سح بدا الان الموتور ايش يسوي زي ما تشوفون يسحب هواء من داخل العواميد. مراد هذا العمود افرده كذا على جوه. ايوه تعال سلطان بدل بندر. بدأت تهبط الآن
الموتور يسحب الهواء من داخل العواميد، لا ما تقدر تفرغه، فكذا عمليه اسهل شوي. يلا العمود هذاك يا بندر اللي هناك وجيبه على على جوه. ما شاء الله تبارك الله، 3 دقائق يا جماعه الخير، شفتوها امس بالليل وقفت في 3 دقائق و3 ثواني. الصف ياخذ اكثر تقريبا ربع ساعه، لان انت بتلمها كلها وبتحطها في الفراشه الشنطه اللي فيها. دخلوها على جوا. ايوه من هناك. طبعا لازم اول شيء نقولكم عشان الموتور هذا يشتغل، هذا 220 لازم يكون عندك محول في السياره عشان يشغلها، للمعلوميه، بس ما يشتغل كذا على 12 فولت ما في. هذا 220 عشان يصير قوه الدفع حقه اكبر، 1200 واط، يعني محول ل 2000 يشغله بالراحه. اللي موجود انا عندي في سياره 3000 كافي باذن الله انه يشتغل ويعطينا المطلوب منه. مستمرين معاكم قدامكم، يعني متى كل وقت متى نزلنا الهواء وقديش اخذ تاخذ وقت حتى توصل. سلطان سلطان روح امشي جوا كذا. ايش يطلع؟ الهواء اللي جوا الخيمه. ما عليه ما عليه، بيطلع بيطلع بيطلع. هذا الهواء اللي هو داخل الخيمه نفسها. شبابيك قفلتوها يا شباب عشان كذا الهواء سواكم زي البالون. فك واحد من البيبان يا شباب. اسحب انت الهواء، اسحب. خلوا بالعكس كذا يساعدك يا مراد، يساعدك الهواء يطلع. هذا ما عليكم من نذر. الهواء والله يضارب عندي هنا فوق. لحظة 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 لحظة، لا سلطان سلطان، الآن الجنب هذاك الزاوية ذيك مع هذه تطويها للنص، والزاوية ذي تطويها للنص، بعدين تلف كلها لف. ما عشان يساعد الهواء يخرج. الزاوية الزاوية يا ولدي يا بنية. شوف سلطان سلطان طالع يدي أماي كذا، تجيب هذا كذا وتجيب هذا كذا، بعدين تلفه. الزاوية دي مع الزاوية اللي كانت هناك تخش في النص الخيمة، واللي عند أحمد الزاوية، اللي عنده مراد بعدين آخر زاوية. مو بكذا يا ابني، كذا كأنك تسوي مطبق. ما اشتغلت حق مطبق قبل؟ اي وهذا ابو احمد يلا معاه، مو بهنا مو بهنا، الزاوية من تحت يا سلطان، من الركن. ايوه الزاوية من تحت يا ابو احمد. شغل شغل اشفط يا مراد، مو بكذا يا ابني، ليش كذا؟ الله يصلح حالك. زين مطبق، واحدة كذا والثانية كذا. ارجع ارجع بذا يا جماعة، هذا الطول كذا، هذا هذا الجنب كذا يصوت للنص، وهذا يصوت للنص. يعني كامل. ايوه. هذه الزاوية اللي فوق ما نبغاها، نبغى الزاوية اللي في الركن تحت. اصبر يا احمد. ايوه افرد يا احمد، يلا يا سلام عليك. يلا سلطان الى نص الخيمة بس. لا لا كثير كذا كثير، نص الوسط بالضبط عشان الثاني يجي فوق. يلا ادعس عليه ذا، طلع الهواء. طبعا الصفت قلنا اكثر من قمة الخيمة، وسهلة والله العظيم، بعد كذا حتعرف كيف طريقتها. امشي يا ابو احمد، امشي يا ابو احمد، يطلع الهواء. مراد ركب اللي عشان الهواء يطلع. لا في هواء في العمدان، لان اذا ما صفطها ما تدخل في شنطتها، لازم الهواء يفرغ كله. اسحب. يلا شوف من الركن هذاك عند ابو احمد، رجول ابو احمد يجي على هذا. مطبق مطبق، عرفت مطبق زون، واحد مالح واحد حلو. السلام عليكم ابطال، هذه طريقتها. الان امشي عليها من هناك، تعال فيها لين هنا، اطلع الهواء كله. طبقات كذا ما تجي. يعني طبقه بين الشمال والشمال. ايوه يا سلام عليك.
يا سلام عليك. هذه طريقتك انك تسوي سبرينج لود روح. ايوه اسحب وطوي اسحب وطوي. طبعا كل ما تدربنا عليها الشباب زي ما تقول يعني للأمان انا يعني متعلم عليها انا شفت كيف يسوونها يكون اسهل واسرع. اربعة اشخاص والله مو اربعة ثلاثة واحد عند المطور واثنين زي سلطان وحده يجيبونها بالراحة. يلا اصبر عليه دقيقة مراد ما يطلع الهواء لانك قافل البلف. افتح البلف وركب اللي بسرعة. سنة عليها شوي من كل ما صفطوا ضغطت نفسها تمام وبدأ الهواء يطلع. الهواء ما يطلع إلا لين تركب اللي مو بلازم شفط يا مبارك. يا الله روح نرجع نذكر عشان تشغل الموتور هذا يا جماعة الخير لازم يكون عندك محول كهرباء لأن هذا 220 لا يستلم. سلطان يا مراد طف الموتور فك اللي من الموتور فك اللي من الموتور. يلا خليهم يصفطون هذا فوق هذا روحوا يلا كمل. يعني خلينا نقول ما اعرف قديش تقريبا بس انا اتوقع انه ربع ساعة الى 20 دقيقة وممكن تختصرها باكثر لان الشباب ما شاء الله تبارك الله اول مرة يصفطونه فزي ما شفتم يعني تقول له من هنا ويجي من هنا حتى ما فهموا العملية. هذيك شنطتها يا جماعة الخير نحطها في وسطها ونمشي. طبعا هذيك الشناط اللي مع ابو احمد هذيك الاطناب اللي لا صار في هواء ولا شيء. لا دقيقة رمل مليان رمل لا صار في هواء ولا شيء تقدر تشدها لها الاوتاد حقتها من يمين ويسار. الان يحطونها في كيسة. يلا اقلبها الان بس واحد طرف يركب ونقلب الباقي. يا سلام عليك يا ابو احمد يا اخي ليت الزمان يعود عليك الشباب ويعود. اخذها نوزن ما شاء الله تبارك الله انا عشان تكون خفيفه عليكم ان شاء الله انتهى الموضوع. يروح فيها هذا حجمه في السياره. طبعا احنا عندنا ثنتين منها ما احتاجنا نجيبها معانا قلنا واحده بس كان الشتاء جاي والعلوم مستنعه عندهم خابرين بتجي. الاسفنج هذيك الابطين ما شاء الله تبارك الله وصلنا الان الى الاسفل. شباب كله معبون مواطير طبعا بر لازم تكون مستعد بمواطير. اما تقول لي ادور من ينفخ ادور شيء هذا الكلام هنا يعني. ما شاء الله الفوض اثنين مواطير واحد من هالجنب وواحد من الجنب الثاني يرفع الهواء تقريبا بلا مبالغه ما شاء الله وذكر الله طيب. انا اخلص قبلهم كلهم ليش ان اثنين مواطير ترفع ارفع الكبرات الاماميه خلص ارفع الخلفيه الماطور مثبت هنا في الدرج الثاني في الجنب الثاني وهذا اسعافات اولية ما لنا غنى عنها لازم سبحان الله اي طارئ او شيء زي كذا فيها اسعافات اولية. الشباب هنا سلطان ركب الماطور تحت المرتبة هذا الشكل شبك بليو شغل ويشتغل اول ما يشوف يلا روح يوسف نفس الحكاية وش ذا اللي معلق ضبط ماطوره هنا. سلطان هناك بدأ سلطان يعبي الكفر جانب الايمن ويا سلطان الثاني ماطوره خارجي اجيب رانجلر ماطوره ثابت هنا ورا
طبعا السيارات الصغار يا جماعه الخير موتور واحد يعني كافي لها. هنا الباترون. خلصت يا شرف؟ خلصت؟ سامحونا على ازعاج المواطير، بس نوريكم العملية. لابد تقريبا الفورد عندي قرب ينتهي، يعني اخذ الضغط الكافي للهواء. ولكن ما ينفعش تصير الكاميرا للحدث.
وقفنا هنا شوية. الأمانة يعني والله تحتار فين تقعد وفين تفرش وفين تتقهوى وفين. كنت بتشوف كل ما شفنا مكان قلنا لا القدام هناك أحسن. إن الله يعزكم دورات مياه سواء عائلة نسائية أو رجالية. ما إحنا نبغى نوقف في مكان للأسف كل واحد أحلى من الثاني. لكن برضو ناخذ جولة بنكمل على جوا كذا ونرجع ثاني عند الشلالات نشوف. وأنا أتوقع أن عند الشلالات هي أفضل مكان. المتابعين ما شاء الله حتى في عمان. أخونا الحبيب من عمان بأولاده وبعائلته هنا وقف يقول لك شافنا طالعين وحب يجي يسلم علينا. أبناء وما شاء الله تشوفين نفسك في اليوتيوب إن شاء الله في المقطع. آدم ما شاء الله ذكر الله طيب يا جماعة الخير ذكر الله طيب. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله حبيب قلبي على راسي ونعم والله ونعم فيك يا غالي. وأنا متابعينكم أول بأول. يا هلا والله وسهلا حياكم الله ما شاء الله تو. المكان الجميل الرائع هذا ما شاء الله تبارك. لنا الشرف فيك يا غالي لنا الشرف الله يسلم. يا ولد في تلفريق هنا خل نروح نتمغط فيه. ها؟ الله يسلمك ويجركم فوق. يقول نبغى مقاطع على اليوتيوب ابو فيصل. هذه على القناه على اليوتيوب الان ينزل هذه الاشياء هذه كلها تنزل. هذا البث المباشر هنا ما شاء الله تبارك الله. يا ولد لا تحس الدنيا. فيها سلك من هناك خلينا نتعلق فيه وننزل. المويه حلوه دي يا ولد؟ طعمها حلو؟ لا يا شيخ ما شاء الله تبارك الله. يا ولد سوي لنا بريك شاي يوسف بريك شاي من ذا المويه. والله يجي ابشر نروح هناك صور قدام شوف خرير المويه. وين ندخل طيب هناك؟ ما لا نبغى بالموتر. في مويه مره حلوه. نبغى بالسياره. بالسياره ماشي ماشي بدون سياره. جوله على الاقدام. حط جلستك وعزبتك واطبخ واقعد ولا حولك احد. ما شاء الله تبارك الله. ومن هنا يمشي يبعدي لين اخر الدنيا البحر. السلام عليكم مساك الله بالخير حبيبي. يا اهلا وسهلا بالعافيه. اخوي احمد تو على كيف كيف يا ولد انا غميق منه. شغل الدبل ثقيل. انا دبل ثقيل دفلكات. والسويبار والدفلكات. لا تجيب العيد ابو فيصل اخوك يا الولد. لا فكني تمسك ايه روح وخر انت ساد عني التصوير. ايوه احنا كيف الحال؟ تركمنا الا شيئا بسيطا. والله يا جماعه ترى خطيره المشي على الحصى ذا عينك محل دعسه رجلك وين؟ وشو اللي طامر ذا؟ ايوه وريني كيف الغزال ينط. ولد 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 مع نفسك انط النطه ذي ما اعرف. تغيير لقناة رواد المملكة شيء كذا عن السياحة في صلالة في دول الخليج. طبعا المويه جايه من هناك من فوق مصدرها والله لا اعلم المصادر لكن زي ما تشوف. ليه ما جيت هناك يا يوسف؟ عند الشلالات. المكان مره كله حلو. يقول لك شلالات نياجرا. والله زيها بس على كريم. والله تعقب. هذه صغيره ذي. ما علينا خلاص صغيره حلوه احنا مبسوطين فيها. تمام؟ ديرتنا. انا اقول هذا الكلام هذا اللي نقوله. ليت الناس تقول ديرتنا.
تعال انت واقف هناك في على شو ليه واقف هناك؟ الارض مويه تجري والسماء سحب، كل ما خفت المويه ذي امطرت عليهم ونزلت عليهم. استاهلون يستاهلون يستاهلون. طبعا شوفوا يا جماعه الخير هناك فوق وتشوفون كم معي، والله يمكن ما توضح لكم الكاميرا. المهم بين الارتفاع الكبير هذا ارتفاعها وصل وانا اصبعي ما جاء. المهم الخط من فوق هنا بين الشجر مو باين، يمكن صورنا لكم اياه في بدايه المقطع. اخواننا في سلطنه عمان هنيئا لكم بجنه الارض، الله يمتعكم فيها ويمتعنا معاكم كدول خليج كعرب من السياح اللي يجون هذه المنطقة. أنتم تستاهلون ونحن نستاهل نكون بين هالأراضي الجميلة، بين هالدولة الجميلة، بين هالأماكن الطبيعية. ما شاء الله تبارك الله. أنا أشرف، كيف الوضع؟ أحلى ما يكون. بالله عليك. إي والله أحلى ما يكون. جنة الله في أرضه، هذا مختصر الكلام. سبحان الله، يا بندر. الحمد لله مشوار ما راح بلاش. لا عليك. اي والله الحمد لله. اجل ناوي تجيب العائلة؟ بإذن الله. للأمانة ما لو فيها حقها بالكامل نهائيا، ولا بالتصوير، حتى أهلها. ظالمها التصوير. اي والله. ها سلطان. جنة الله في الأرض. ما شاء الله تبارك الله. كابتن عبد الإله ما شاء الله تبارك الله، بغيت تزحلقني معاك ها؟ الله ابو زحلين، انت هناك دفيتني ابوك. السلام ورحمه الله وبركاته. انت هناك مسكت فيني ابوك طاح لحاله. حياكم الله وسهلا. حبيبنا ابو احمد كيف الوضع؟ الحمد لله، والله المشوار يستاهل وفكره جميله جدا. والله. ونشكر لك والله تغيير شويه عن نعم. القناة والطعوس والفعاليات والأشياء نعم. راحة نفسية، هذه إجازة لنا بصراحة، نعتبرها إجازة للفريق كامل. اللي قدر يجي معانا خير وبركة، واللي ما قدروا يجون إن شاء الله تحقق لهم جيات ثانية. طبعا الناس عندها دوامات وأعمال وصعب أنه يطلع 10 أيام. نعم شوية صعبة كانت بإذن الله. يا مفتتح الزحليق. كان مرة مو كويس، مرة مو كويس. أول ما قال بسم الله زلق بالرجل، رجع رئيس جلس مكانه هنا ما يبغى يدخل، قال ما يبغى يدخل. خلك عند السيارة روح بس. طبعا هنا نادي القوارب، إذا بغيت تستأجر قارب تنزل تحت الابوات هذه، ياخذون بك لفه هنا دونك عند الشلالات من تحتها عند المصب بالضبط، تيجي ولا حشرات ولا شيء، جو رائع رائع. تحت هنا تنزلون معك عائله مو عائله اللي تبغاه، تمام؟ تاخذ لك قارب من هنا تستاجره، كلهم هنا عوائل ما شاء الله تبارك الله. وتنزل يا حبيبي ياخذ بك لفه في هال النهر ذا الجميل. وهنا تقريبا اعلى منطقه في مسارات تنزلها برجولك، تبغى تكشت هنا، تبغى تجلس، تبغى تقعد تشرب شاي، تسوي لك قهوه، تسوي لك شيء. هذا المنطقه وين وين؟ ما شاء الله تبارك الله. الخط دائري زي ما تشوفونه هنا جنب هذاك، السيارات ذيك اللي تتحرك تمشي تلف من خلف الجو، والله ما تشوفون الخط، هو بين الشجر وينزل لين تنزلون تحت هناك، هذا المطلع. يا جماعة الخير، وسط الشجر الآن موجهين على وادي أتين. وادي أتين الآن نازلين عليه، الله ما عاد ادري هو نزول ولا طلوع. المهم رايحين وادي اتين او جبل اتين. ما شاء الله شباب عمان كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد
من مسقط صح؟ ما شاء الله تبارك الله. تشوف بعدين تشوف نفسك في الهدي. ايش اسمك انت؟ ماجد. ها ايش اسمه؟ ماجد. والله ونعم بازل. هذا والد امه، مساك الله بالخير ابوي، حياك الله. تشريف. يطول عمرك يا ابوي، لنا الشرف والله ان احنا موجودين في بلادك. بارك الله فيك. ما بقول بلادنا الثانية، لا والله ان اقول بلادنا وبس. بارك الله فيك. ان شاء الله باذن الله ينبسطون يطلعون في القناة معنا ان شاء الله. بعدين هذا مقطع نصوره كذا، اخذين جولات في شوية، بعدنا عن الطعوس والاشياء زي كذا، في الاجواء الجميلة اللي عندنا. لا لا، اجواء جميلة ومتعة يعني. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. فانتم من بعد ما تخلصوا من الصلاة نخلص ان شاء الله بتصل عليك. زين. زين؟ زين تمام. يلا. بتروح الجبل الاحمر؟ بنروح ما ان شاء الله باذن الله، ما نخلي مكان ان شاء الله. متى تطلع من هنا لصلاله؟ من صلاله يمكن يومين ثلاثه كذا نشوف. الفريق كله ما شاء الله مبسوطين هنا. بس زين تمام. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا هلا وسهلا. هنا في ضيافه جروب تم العماني ما شاء الله تبارك الله. معنا اخونا ابو محمد. عرفنا بنفسك يا غالي، عرف نفسك للجمهور. شرفتنا ابو فيصل، شرفتنا وشرفنا كل من معك، والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. نورتوا صلاله. نور بيكم اخوكم يا غالي. عبد الله المخزوم. مال يا صلاله طبعا. ومرحبا بكم في مقر جروب تم. ما شاء الله طبعا تبارك. الجروب جروب رحلات، جروب خاص يعني. هذه صور بعض ذكريات الفعاليات. ما شاء الله تبارك الله. في صوره اوضح هناك انا شايفها للاعضاء كلهم. هذه رحلاتكم اللي انتم تروحونها؟ اي نعم رحلات. فين بالضبط؟ عاشقين الصحراء. عندك هذه رمله قديله. قديله قديله نعم. هي مشهوره انها اعلى تل رملي في العالم. اعلى تل رملي في العالم قديله. وين بالضبط هذه؟ قريبه من حدود قريبه من حدود اليمن والسعوديه في المثلث. في المثلث. ما شاء الله انتم كمان يعني معنا الشباب ما شاء الله حتى غوص وبحر محترفين، اللي صيد واللي تصوير، كلها تجمعنا الألفة حب الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله. حسب الجو حر رحتم بحر. صحيح. عندنا ما شاء الله المواسم أربعة، كل موسم له ميزته. الصحراء لها وقتها في الشتاء. ما شاء الله. وعندك الخريف، الناس يسموه الصيف، نحن عندنا خريف أمطار، خريف صلالة مشهور. وكل فصل نعطي حقه يعني. سبحان الله عندنا ميزة انه كل فصل له ميزته يعني. هذه رحلاتهم، هذه صور عن موثقين رحلاتهم ما شاء الله تبارك الله. بس احنا ندعوكم انكم توثقون هذا كمان على اليوتيوب، لابد من يكون كذا هالشيء. احنا نعرف فيكم هنا، بس ياريتكم نباكم يكون في هذه الاشياء تتحول الى فيديوهات. اكيد انتم تصورون فيديوهات وتنزل على قناة لكم خاصة في اليوتيوب. صدقني حيصير في صدى كبير، هذا شيء كبير. بالعكس هذه قناة رواد المملكة تدعم كل الفرق الخليجية، ما عندنا أي مانع ونزورها ونروح ونوثق الأشياء هذه. تمام. والنعم. أبو عبد الله ما عليكم زور، ما عليكم زور. الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. سمعتكم تسبقكم ما شاء الله. والله السمعة اللي كسبناها أنتم اللي خلتونا نكسبها، ما احنا والله ما عملنا في شيء. شباب شاركوا باسم الجروب، حصلوا ابطال جي بي اس. تحدي فين شباب؟ شم يا بالربع الخالي ما شاء الله. في بحث عن الكنز كذا احداثيات. ايه. وتم العثور عليها، حصلوا باسم يعني حطوا شيء في مكان معين. ايوه. وروح له داخل فنجان واطلع من هنا وشيله وروح المكان السلام. الثاني وكذا يعني. كاختبار كيف استخدم الجي بي اس. ايوه مثل اختبارات القدره عندكم، كيف طلوع السيارات. ما شاء الله تبارك. هذا للاعضاء كلهم. ايوه كلهم. هذا الاعضاء يعطيهم الصحة والعافية. تشرفنا بأنهم يطلعون في قناتهم، مش قناتنا هذه، قناة العرب والخليج الأولى. تمام. أنبسط لما يعني شوية تغيير كذا وتعريف بالإخوان في دولة سلطنة عمان. ما شاء الله. هذه صورة كمان أوضح باشي. هذا تجمع مجموعة كبيرة من الجروب في رحلة، كان منطقة اسمها الخذف، هي أقرب منطقة صحراوية إلى صلالة. الخذف أقرب منطقة صحراء إلى صلالة، تعتبر بعد تمريض حوالي 150 كيلو فقط. تقصدها العوائل لأنها قريبة. والله إحنا رحنا بدية شايف. نعم. بس للأسف وصلناها والله متأخر، ما مدانا نغطي فيها تغطية أبدا. سيارات الفريق ما شاء الله تبارك الله. الحياة فيها ما شاء الله في شتاء. هذه كم لها الصورة تقريبا؟ هذه ثلاث سنوات. في 2020. أوكي. نعم بتكمل قريب ثلاث سنوات.
إذا صار أمطار في الصحراء شوف كيف الصور تكونت. هذه الصورة، هذه بطقطة أيام إعصار مكون، صارت بحيرات في وسط الرمال ما شاء الله تبارك. هذه مصورة بالطائرة بالدرون، يعني ما زالت لو راح أحد يلقى أثر لها يعني. الحين الحمد لله مع الأمطار اللي صارت في صلاة قريب سمعنا إنه في بحيرات موجودة. زي التنين لافك. أيوة، وهي أشبه بخارطة السلطنة ما شاء الله تبارك. هذا الجزء أشبه بخارطة السلطنة بالضبط. صادم الشمال. نشكركم على هالضيافة. العفو، هذا وأنا ما نعتبره، إحنا أصحاب مكان ما نعتبره. كلمة ضيافة ذا الواحد غريب أكيد. نقوم بالواجب معه، لكن إحنا أهل وأخوان ومنه وفينا، ما في ضيافة ولا شيء. هذا اللي سلطنة عمان مع المملكة، يعني الله يديم المحبة دائما. آمين. أمانة يعني لمسنا، لو أوريك جوالي الاتصالات من الأخوان في عمان ما تصدق، لو أوريك السناب عندي الشباب اللي يشوفون سياراتنا واقفة عند الوتيل وصورون ليها ورسلوها على السناب. أكيد. أوريك السنابات اللي تصورت من ناس معينة وإحنا ماشيين في الطريق، هم راجعين على مسقط فشافونا كجروب. الرصد الآلي. يعني وين تمام. هذا يدل على محبة الناس. أهل وإخوان. ما في شيء. والله ما في شيء. شريف تشريف. شرفتونا معنا وبالأكل المتواصل. حبيب قلبي بالعكس لنا الشرف. كذلك الكابتن أبو محمد جزيل الشكر، ما قصر في كل شيء. يعني قام بالواجب بزيادة. الله يحفظكم. سهل ونكثر أبو الله يكرمك يا رب. تحياتي لك.